السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده هنتكلم مع بعض عن السكيل سيستم بتاع ذا ويتشر 3. وقبل ما ابتدي اتكلم معاكم بعتذر جدا عن تاخير الفيديو ده. الفتره اللي فاتت يعني تعبت شويه وما كانش ينفع اتكلم دي والا مواضيع كحه والهاتش دوت. المهم انا لعبت اللعبه كتير جدا في الفتره اللي فاتت، ولعبت تقريبا حوالي اكتر من 40 ساعه. والمهم في ال 40 ساعه دول خدت فكره كبيره عن السكيل سيستم بتاع اللعبه، والصراحه هو متغير بنسبه كبيره جدا عن الجزئين اللي فاتوا. ما يعتبرش حتى تطوير للي ظهر في الاجزاء اللي فاتت، هو نظام جديد تماما. انت كل ليفل المفروض في اللعبه بتاخد سكيل بوينت واحده، بمعنى انك انت هتاخد 60 سكيل بوينت، بما انك يعني اخر ليفل في اللعبه ممكن توصل له هو ليفل 60. غير كده اللعبه في اماكن كتير في مناطق اللي انت بتتردد عليها اسمها بليس اوف باورز. دي ممكن بيبقى شكلها على الخريطه عباره عن زي مقابر مثلا زي ما تشوفوها قدامكم، دي بتروح لها وبتاخد منها سكيل بوينت، وبالاضافه انها بتدي زي باف بتزود بيها قوه ساين معينه من الساينز اللي معاك. السكيل سيستم في اللعبه متركز على ثلاث جوانب، وهما الكومبات والساينز والالكيمي، وفي حاجه رابعه هي اسمها جنرال سكيلز. وبتوزع السكيل بوينتس في السكيل تريز دول بشكل يخليك انت عاوز تركز على انهي جانب او انهي جانبين، او تعمل حاجه بتجمع كذا حاجه من كذا تري. بس النقطه بقى ان مش مجرد ما تفتح اي سكيل بتلاقيها فعاله معاك. ذا ويتشر 3 السكيل سيستم فيها يعني نوعا ما يعني في شويه حريه في انك انت بتختار كذا ستايل في اللعب مبني على السكيلز اللي انت فتحتها، وفي نفس الوقت مش بيخليك يعني اوفر بورد، وده اللي بيحصل ممكن لو انت فعلت كل السكيلز في نفس الوقت، فالنظام يعني بيحجمك شويه. انت مع الوقت بتفتح زي خانات بتحط فيها السكيلز اللي انت عاوزها تبقى فعاله، وبتلاقي ان كل ثلاث خانات مرتبطين بخانه جانبيه للميوتجنز. يعني ايه بقى الميوتجنز؟ المفروض ان الميوتجن دي زي باف انت بتلاقيها من وحوش معينه، وبالذات بتقع من الوحوش اللي انت بتقتلها في السايد ميشنز اللي هي الكونتراكتس، ويبقى اعداد معينه منها من الممكن انك انت تعمل زي كرافتنج لميوتجنز مستواها اعلى. الميوتجن هدفها الاساسي انها تقوي وتعلي سكيلز معينه، وهي متحدده بلون السكيلات دي نفسها. يعني هتلاقي الكومبات سكيلز لونها احمر، الساينز لونها ازرق، الالكمي لونها اخضر، وكل ميوتجن باللون بتاعها مرتبط بلون السكيلز اللي زيها. فتوزيع السكيلز المفروض انك انت بتحط مثلا في ثلاث خانات ثلاث سكيلات من كاتيجوري واحد، ونقول على سبيل المثال الكومبات، وبعد كده تضيف عليها ميوتجن لونها احمر بتعلي من الدامج مثلا الناتج عن اي مواجهه بتستخدم فيها السيوف. فنصيحه شخصيا، حاولوا بقدر الامكان ما يكونش فيه توزيع عشوائي للسكيلات بتاعتكم، خلوهم مترتبين على الاقل. يعني لو اتنين يعني من نوع واحد في صف واحد من الصفوف اللي بتتقدم لك في اللعبه، هم اربع صفوف. طب ايه هي السكيلز الموجوده في اللعبه؟ والسؤال اللي بيتسال تختار منهم ايه؟ الاجابه على السؤال ده هي شوف انت عاوز تلعب ازاي. عاوز تعتمد على الساينز والماجيك ذات نفسه، ولا عاوز تعتمد على الكومبات بالسيوف، ولا تعتمد على الالكيمي والكرافتنج كسلاح اساسي ليك في تقويه الميوتجنز وتعمل قنابل بتاثير افضل، او حتى يكون في تاثير على مستوى السورد كومبات من خلال انك انت بتطور من الادرينالين بوينتس بتاعتك وبتخليك يعني تعمل زي دامج عالي. شخصيا مع الوقت يعني لو شفت ان في بيلد معينه مفيده ممكن اعمل لكم فيديو مخصوص عنها. لكن اللعبه هنا مش من نوعيه الار بي جيز اللي بتعمل مثلا بيلد فيها حاجه غلط تبوظ عليك الجيم بلاي كله. اللعبه ما فيهاش النقطه دي تماما. يعني تعالوا نمسك مثلا السكيل تريز ونشوف هما بيقدموا ايه. الكومبات على سبيل المثال يعني زي ما قلنا متركز على استخدام السيوف والكروس بو. في الكومبات انت عندك في ثلاث حاجات بتعملهم، انك انت تدي زي لايت اتاكس او هيفي اتاكس، او انك انت تدافع عن نفسك اللي هو الديفنس عموما، او تستخدم الكروس بو. الكومبات سكيل تري بتقدم لكل طرف من دول زي فرع خاص بيهم، بالاضافه لفرع اخير اسمه باتل ترانس. انا على سبيل المثال مش بستخدم الكروس بو بشكل كبير، فاخترت اركز بشكل اكبر على اللايت والهيفي اتاكس لان انا بعتمد عليهم في اي مواجهه، بالاضافه ان انا ازود في سكيل تريز ثانيه زي الباتل ترانس لانها بتلعب على ان انا استفيد اكتر من الادرينالين بوينتس في وسط الكومبات عشان اعلي الدمج بتاعي. لكن الديفنس يعني ممكن تقول ان انا بسيبه اكتر للساينز. السكيل تري الثانيه هي خاصه بالماجيك او الساينز، وهم اكسي وكوين وييردن واجني وارض. انا عن نفسي انا شايف ان السكيل تري دي مهمه جدا، ما اعتقدش ان اي حد ممكن يهمل تطوير اي حاجه في السكيل تري دي. وهتلاقوا ان في كل فرع لكل ساين تاني
سكيل بالتحديد بتبقى عمليه تغيير او اضافه مود تاني من الساين نفسها. انا شخصيا مركز على الساين زي اجني وكوين. اجني تاني سكيل ليه اسمها فاير ستريم، بتخليك تطلع كميه نار من ايدك في فتره معينه بدل الشكل الاساسي اللي هو انك انت بتبخ عليهم مره واحده. او كوين بقى اللي بشكل اساسي بتدي لك زي شيلد بيحميك، وزي ما قلت في الاول انا بعتمد في حته الديفنس على الكوين بالتحديد. تاني مود من الكوين ذات نفسها بيكون عباره عن زي كوره بتحميك من كذا ضربه، ولو جيت تعملها وبعد كده سبت R2 ده الزرار اللي بيعملها على بلاي ستيشن هتلاقيها بتعمل زي انفجار صغير. طبعا كلامي مش معناه ان تاني سكيل من كل ساين اهم من الباقي، في سكيلز تانيه كتيره وموصوفه بشكل واضح يخليك عارف هي بتقدم ايه. يعني على سبيل المثال ساين زي اكسي او سكيل منها اللي اسمها ديلوجن، المفروض ليفل 2 منها بيدي لك مميزات في حوارات مع بعض الشخصيات، بتخليك تتحكم في عقولهم او يقبلوا كلامك لو في حاله رفض مثلا. وفي سكيلز تانية مفيده في باقي الساينز. بالنسبه لسكيل تري اللي هي الثالثه اللي هي الكيمي، في كذا فرع منهم بروينج، يعني دي خاصه بتاثير البوشنز عليك لما بتيجي تشربها زي تخفيف الاعراض الجانبيه من السموم ذات نفسها، او ان يبقى في اعراض جانبيه ايجابيه شويه مع بوشنز يعني انها بتزود الهيلث. الفرع الثاني هو اويل بريبريشن، تركيزه بشكل كبير على تاثير استخدام الزيوت على اسلحتك زي انها تضيف عليها نسبه سميه معينه او تدي لك حمايه من وحوش اللي انت بتستخدم زيوت صحيحه مناسبه لنوعها. يعني على سبيل المثال لما تستخدم النيكروفيج اويل ضد النيكروفيجز نفسهم، ده موضوع هنتكلم عنه في الفيديوهات اللي جايه. الفرع الثالث هو بامب كرييشن، تركيزه على البامبس زي ما هو واضح من الاسم، وشخصيا شايف ان ده الفرع اللي ممكن اي حد يركز عليه بشكل كبير، خصوصا ان الفروع الثانيه تاثيرات وحاجات زي بونص ممكن تستغنى عنها، انما الفرع ده ليه تاثير مباشر على الكومبات زي مثلا انك انت ممكن تبطئ الوقت مع استخدام البامبس، او ان اي انفجار يتسبب في طلوع زي شظايا ممكن تنفجر يعني تزود من حجم الانفجار، ودي حاجات يعني فعاله وبتدي تاثير على الكومبات يعني عموما. والفرع الرابع بقى هو الميوتيشن، تركيزه بشكل اساسي انه يدي بونص على استخدام الميوتيجنز او بعض البوشنز اللي اسمها ديكوكشنز اللي داخل في عمليه صنعها ميوتيجنز برضو. والفرع الخامس هو ترايل اوف جاسز، ده بيحاول يستفيد من نسبه السموم في اي بوشن بحيث ان هو يدي لك زي بونص معين بسبب السموم دي. ويعني زي ما قلت لكم يعني انا شايف ان الفرع المفيد في السكيل تري ده هو بامب كرييشن، يعني ليه تاثير مباشر وواضح على الكومبات، باقي الحاجات ممكن تكون مجرد بونسز بس مش اكتر. اما جنرال سكيلز هي اضافات بتستفيد منها بانك انت بتزود الستاتس بتاعت الهيلث نفسه او تحمل نسبه السموم، او انك انت تزود الدامج حسب نوعيه الارمور اللي انت لابسه سواء لايت او ميديوم او هيفي. ده بشكل عام السكيلز المتاحه في ذا ويتشر. والظريف اللعبه انك انت ممكن تشيل كل البوينتس اللي انت صرفتها في السكيلز كلها وتعيد ترتيبها تاني من جديد، يعني ممكن انك انت تعمل حاجه زي كده بسهوله، بس طبعا ده ليه تمن وهو 1000 كوين او 1000 كراون، وده من خلال بوشن ممكن تشتريه من بعض الالكيمست في اللعبه. وبشكل عام وسريع يعني ده كان السكيل سيستم بتاع ذا ويتشر 3، وزي ما انتم شايفين الموضوع بيضمن يعني كم لا نهائي من تركيبات مختلفة لسكيلز معينة حسب طريقة اللعب اللي تناسبكم. يعني انا في خطتي التركيز على الساينز والكومبات والبومبس، ويعني طبعا الساينز مركز على الاجني ومركز على الكوين، يعني موضوع متنوع بشكل كبير جدا. فشوفوا انتوا حابين تلعبوا ازاي. يعني انا شايف لحد دلوقتي ان الموضوع مثلا مش زي بلاد بورن انك انت لازم يكون في بلد معينة تمشي عليها، الموضوع هنا فيه حريه كبيره جدا. في الفيديوهات اللي جايه هتكلم معاكم عن الكرافتنج وشويه نصايح في كرافتنج البوشنز بالتحديد، وفيديو كمان هتكلم معاكم عن الكومبات وبعض النصايح اللي لابد تعرفوها قبل اي مواجهه، والفيديو ده بالتحديد هيكون لايف يعني اثناء وانا بخلص كونتراكت معين، ومش هيكون فيديو سكريبتد او كومنتري زي ده. اي اسئله انا جاهز للرد عليها في الكومنتس، اسألوا زي ما انتوا عاوزين بخصوص اللعبة وطبعا بخصوص الموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه وهو السكيلز ذات نفسها. واستنوا الفيديوهات اللي جاية. وبالنسبة للريفيو، الريفيو هيكون موجود ممكن الاسبوع اللي جاي. اللعبة كبيرة جدا فوق ما انتوا تتخيلوا، يعني انا لحد دلوقتي زي ما قلت انا 40 ساعة تقريبا وخلصت نص القصة تقريبا، فموضوع يعني الصراحة كبير جدا، قصة طويلة، في ميشنز كتيرة جدا تتعمل في اللعبة. فعموما اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديوهات الجاية.